سلام، انا فرحان بزاف بتواجدي بهذا الحفل الزفاف الخيري، وشرف اي فنان انه يجي ويساعد يعني باي حاجه واخا تكون غير بسيطه. وهادشي اللي كاين، وفرحت ملي شفت فنانين اصدقاء ديالي، وهذه تظاهره اللي تجمعنا حنا نيت. وكنشكر حتى الناس اللي قائمين على هذا الحفل، وكنبغي نبلغ لهم كلهم ميرسي. شكرا شكرا. لا، هو الساحه الفنيه انا ما غيبش عليها، يعني اصداراتي الفنيه ديما كيكونوا خارجين، والدليل يعني ان الناس اللي مابونين في لاشان يوتيوب ديالي كيسمعوا الموسيقى ديالي. غير اعلاميا ما بحكم انني ساكن مدينه طنجه، كتجيني صعوبه باش نمشي لكازا، نمشي نهبط باش ندير، كيجوني لقاءات ولا يعني بزاف الحوايج ما كنبغيش ننزل بحكم حفلات، ولا كنمشي لندن، كنمشي اسبانيا، كنمشي بزاف البلايص. داكشي علاش اللي كيخليني نغيب شويه وصافي. اما فني يعني الموسيقى ديالي كنخدم عليها. لا، بالنسبه للزواج وداكشي ما كاينش، ما صراحه ما كاينش، مي ما كرهش، علاش لا، ان شاء الله نتلاقى مع شريكه الحياه ديالي، علاش لا. اي واحد كيتسنى داك النهار غيجي داك النهار اللي غنزوج فيه وندير وليداتي، راه ان شاء الله في لو 30 مارس غندير 30 عام، راه كبرت. صحفيه نخطبها؟ لا لا، انا صراحه كنفضل انني نتزوج من غير الميدان ديالي. يعني انا بغيت مرات تصيب لي مسي من الناس في الصباح كذا، فهمتي، باش تكون تكون خدامه لا والو، تكون في الدار تقابل العماد، فهمتي، تقابلني انا، تهلا فيا كذا، حيت انا مشاكل يعني في الدار، خصني نقلوح الحوايج كذا، ما كنرتب حتى شي حاجه، يعني خص شي مرا اللي تقابلني وتهلا فيا وتبغيني بصح. يعني الخبر ديال ان عماد غيتجوز صحفيه غير صحيح؟ لا لا، غير صحيح بتاتا، حيت راك عارف حكم صحفيه او فنانه يكونوا عندها التزامات، خدمه بزاف، وانا ماشي ضد، يعني ماشي ضد انني نتزوج بشي وحده خدامه، ولكن انا شنو التوجه ديالي، فهمتي، كيعجبني المراه تكون في الدار بحال امي. هو انا الصراحه بالنسبه للمواصفات ديال الزوجه المستقبليه ديالي، بغيتها تكون في الدار، تقابلني، تهلا فيا، تصيب لي مسي منات الكسكسو نهار الجمعه، فهمتي، خوك خري بقي، فهمتي، خصو داكشي بلدي. هادشي اللي كان، هادشي صراحه اللي كنبغي نقول، وما بغيتش زعما شي وحده اللي تكون في الميدان الفني. صراحه انا صراحه بعيد كل البعد على 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 على, 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 على سعد المجرد ولا حاتم عمور ولا الدراري كاملين. كنحاول نخدم داكشي اللي قدرت عليه بامكانياتي، كنحاول نشتغل على موسيقتي. والباب ديال الشهره ما كاينش باب واحد، كاين بزاف البيبان، يعني كتلقى بزاف الفنانين وعندهم نفس، عندهم يعني عندهم جمهور، عندهم كل واحد عنده الجمهور ديالو، كل واحد يعني عنده المتتبعين ديالو. والفنانين كاملين تبارك الله اللي ذكرتيهم كنبلغ لهم تحيه، والله يسر لهم، تبارك الله واصلين. انا في المغرب، بصراحه كيعجبوني الدراري كاملين، كيعجبني حاتم عمور، وفي خارج المغرب كيعجبني عمرو دياب بزاف. يعني انت باغي دير ديو مع حاتم عمور؟ لا، ماشي بغيت ندير، يعني كيعجبني حاتم عمور، موسيقته كتعجبني، وشرف ليا ندير معاه ديو، وشرف ليا ندير ديو مع كاع الفنانين المغاربه كاملين. اسماء منور، انا كنفضل ما يكونش راجل، زعما تكون بنت، يعني اسماء منور، هدى سعد، سميرة سعيد، سميتك هكا. جديد عماد الدرج اغنية بوبيا شعبي راي، راه نزلت في القناة ديالي الخاصة، وكاينين بزاف الاعمال غادي ينزلوا من بعد، ان شاء الله كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف، وتابعوا الاخبار ديالي على انوالكم، وان شاء الله كنتمنى الموسيقى ديالي تعجبكم، وكنبغيكم بزاف. عماد الدرج.